المجتمع المصري من نصه الحلو زي ما قلت في المقدمة، وأنا الوحيد. شكلك انت اللي هيبقى صعب. مش كده؟ مره الساعه دي صعبه لله. لا يعني النهارده كنت اغلبيه، النهارده وامبارح كنت اغلبيه. ما شاء الله. كفايه ان هو اللي تولى تقديمنا، علشان كل راجل في مكانه النهارده يبص على الست اللي جنبه ويقول لها كلمتين زي اللي قالها. لما انا قلت له تقول لها انت اللي تقدم الفقره دي عشان تحس بدور المشاركه المراه. انا برحب بيكم فعلا. اهلا وسهلا بكم جيتوا معانا. و اللفتة المميزة فعلا في الاستفتاء ده انه مشاركة المرأة كانت مشاركة كبيرة جدا.